بسم الله الرحمن الرحيم. السابع الو هذا الدرس ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديال اللي شفنا من قبل. حنا غنديروا معايره حمض قاعده، غادي نبداو غنديروا جوج، غادي نديروا معايره حمض بقاعده او معايره قاعده بحمض. كاين هنا عندنا الجسم المعاير والجسم المعاير، داكور؟ دونك هاد لو دوزاج اون فوا سون فير. غادي ناخذوا هنا الاول، غادي نديروا معايرات محلول قاعدي بمحلول حمضي. هذه بحال الأولى. الحالة الثانية نديرو معايرة محلول حمضي بمحلول قاعدي. العدة التجريبية راكم عارفينها يعني في المختبر. هنا في هاد الحالة غادي نشدو واحد الإناء، غادي ندور فيه واحد المحلول قاعدي هذا المحلول القاعدي بطبيعة الحال عنده واحد التركيز ديالو سي في، عنده واحد الحجم سي في بي، وعنده واحد الحجم واحد التركيز سي بي. شكون اللي كيكون معروف؟ في بي معلوم، والسي بي مجهول. فوالا باش نعرفو اش بغينا نديرو، يعني هاد الحجم معروف كناخدو 10 سنتيليتر ولا 10 مليليتر ولا واحد يعني واحد الكمية معينة، وهنا كنزيدو كنضيفو بوم القارورة ولا عندكم التجهيز ديالكم ديال لي زو بوفيت غراتويي. جينا نشوفو كاين هنايا عندو واحد أنبوب، وهنا مدرج، وكيكون عندنا هنا كاين ميس هنا المحلول اش الحمضي بمحلول حمضي، هنا محلول حمضي داكو. الوغ هاد المحلول الحمضي كنصبوه هنا وكيبدا ينزل هنا معانا كنبداو نصبو داكشي بشوية، يعني بهداك الأنبوب كنضبطو وكندير واحد الجدول ديالنا شحال صبينا ديال المحلول الحمضي. هاد المحلول الحمضي اش معروف عندنا عليه؟ لاحظوا المحلول الحمضي سي بي معروفة سي أ، جو ميكسكوز. هنا عندنا سي أ معلومة معروف معلوم، و في بي تاهو معلوم بطبيعة الحال يتم تحديده. بون جو ميكسكوز هنا شوية ديكريتور نكتبوهم واضحين. عندنا في سي سي بي سي أ معلوم، و في أ حنا اللي كنتحكمو فيه يتم تحديده. تحديده فوالا. ألوغ هذا معلوم، هنا مجهول، هذا سي بي مجهول. دونك بين كنبداو نخدمو المحلول الحمضي وهنا المحلول القاعدي. دابا هنا واحد المسألة الله يجازيكم بخير، هذا محلول قاعدي في البداية، في البداية هذا محلول قاعدي، محلول قاعدي في البداية، في البداية المحلول قاعدي ياك يعني
عادي يد البي اش ديالو صغر من كبر كبر من 7. ها هادي بداو نخلو محلول الحمضي باش كيوقع كتنقص الحموضه. هذا المحلول الحمضي كنخلو هنا كتنقص القاعديه ديال هذا، يعني ان البي اش غادي يبدا يدير غادي يبدا يصغر 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 حتى يوصل للسبعة. عاود من 7 لهي غادي يبدا ينقص. حنا دابا الغرض اللي عندنا غادي ناخذ كمثال، غادي ناخذ ان ا ان ا او اش، هذا محلول اشنو قاعدي. دونك هي اش او موان بلس ان ا بلس، هذا محلول قاعدي هو هذا اللي عندنا من كمثال. غادي ندوزيو واحد المحلول حمضي اش سي ان، هذا حمض كلوري كلوريدريك، غادي يعطيني اش بلس بلس سي ال موان، هذا محلول حمضي. طبيعة المحال راه كاين الماء هنا، انا ما خديتوش بعين الاعتبار. انا اللي عندي الغرض به هذا مع هذا اش غيعطي، هو اللي عندي به الغرض. هاد اش بلس بلس اش او موان كيعطينا الماء. لاحظوا فهادشي كلو اللي عندنا به الغرض من هنا كيجيو لي اش بلس، وهنا كاينين لي او اش موان. فاش كيتجمع هذا مع هذا اش كيعطي الماء، ويا غادي يعني كينقصوا هاد لي او اش موان، غادي كينقصوا شي شويه ما تيبقاش هذا او اش موان تقارب، هذا كيبقى يتزاد، يعني تما خصنا نوقف. إذن هذاك هو نقطة الانعطاف أو عند التكافؤ، كنوقفو في ديك النقطة عند التكافؤ. فاش كيكون كنلاحظو، لاحظو إين مول من هادي كتعطينا إين مول من هادي، إين مول ديال الأش سي إل كتعطينا إين مول. إلا خديت سي أ في أ، هادي كمية المادة سي أ سي بي في بي سو فولي، كمية المادة ديال هذا وهي ديال هذا كتساوي في هذه اللحظة، إذا كانت عندنا هي سي أ في أ، هذه هي نقطة التكافؤ. عند التكافؤ كيكونوا قد هادو قد هادو، دوك لي أو أش موان اللي كانوا هنا كانوا 10، غادي ننزلو عليهم 10 من هنا، هي 20 تكافؤ كنوقفو. واخا نفس الشيء اللي غادي نقولوه على الحيط، غادي ناخذ الحمض ونقلب، ولكن هذه غتبقى هي هي، واضح؟ إذن هذا هو المعايرة، يعني كنبغيو بحيت كنبغيو المعايرة شنو هي الطول ديالها، يعني كنبغيو نحسبوا لك هاد هاد بحيت كان بحيت عند التكافؤ، عندنا هاد العلاقة عند التكافؤ، عند التكافؤ أش عندنا؟ عندنا هاد سي بي في بي كتساوي سي أ في أ. بون غادي نمسح هذا، راه ماشي على هادشي كنهضر، صافي هادشي فضينا بحال بحال، أنا كنكمل غير هذا. ألوغ شنو هو المجهول عندي؟ هو سي بي، ها هو هنا سي بي كيساوي سي أ في أ على في بي. ياك غتقولي لا علاش ما حسبناهاش من الأول؟ لا، ولكن الفي أ هو هاد الحجم اللي فضي خوينا، هاد الحجم الذي يتم تحديده. كنخرو 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 حتى داك دوك لي او اش موان اللي كانوا هنا يسو سو نوتراليزي، بمعنى رجعوا مشاو عطاونا الماء هنا، يعني كانوا 10 هنا غردو 10 صافي. في ديك النقطه كنشوف شحال خويت ديال الحجم في ا، هو هذا. دونك هذه معروفه وهذه معروفه وهذه حسبناها، يعني من خلال داكشي شحال خوينا ديال السائل ديال المحلول كنسنجو في بي، وكنلقاو المجهول ديالنا وكنعرفو التركيز ديال هاد المحلول. إذا واحد المحلول عندنا وكيعطيك قلتلك شنو هو التركيز ديالو، الحجم ديالو باين راه تعبرو، ولكن التركيز ديالو واش دخل لداخل. دونك التركيز كتقول صافي غنديرو معايرة باش بواحد الجسم أخر اللي كنعرف فيه التركيز، وغادي نحدد ديك الساعة شحال الزت ديال المحلول. سي صح، سواء كان محلول قاعدي معايرة محلول قاعدي بمعلول حمضي أو العكس، إنما في الميبيان هو فاش كيختلفوا. لاحظ هذا هو اللي بغيت أنا نوضح، لاحظ غادي نقسمهم هنا
هنا معايرات اش حمض بقاعده، يعني خدينا الحمض وكنخوع على القاعده، وهنا معايرات قاعده بحمض. فهمتوا تفهمون هذا المصطلح؟ المحلول هو حمضي وبغينا نعايروه باش بقاعده. غادي نديرو الميبيان هنا، شوفوا كمية الميبيانات بجوج غنديرو هنا وهنا. هنا الحجم اش شكون هو الحجم اللي كنفرغو هنا؟ شكون اللي كنخويو هنا؟ القاعدة. إذا هنا غنديرو في أ في بي، شحال خوينا ديال في بي، وهنا البي اش. لاحظ قبل ما نخويو حتى شي حاجة الحجم ديال في بي مازال ما خويناش، متفقين؟ هنا قاعدة بحمض، دابا هذا حمض بقاعدة، نرجعو لهنا. اش غنديرو هنا؟ هنا في بي، هنا غنديرو في أ، في أ هي اللي كنخويو. لاحظوا هذا ماشي بعدا، في أ كنخويو في اللول، مازال ما خوينا والو. أشنو هو؟ هذا كان أشنو المحلول أش قاعدي، إذن البي أش كبر من 7، إذن إذا كانت هنا مثلا 7 غادي يكون هنايا تقريبا، حنا ناخذوه تقريبا. اش غادي يبدا يوقع؟ فاش كنبداو نهبطو اش 3 بلس كينقصو لي او اش موان، يعني ان البي اش كينقص. ها هو غادي يجي كينقص هكا مثلا، هاكا. وكون حسبنا في كل لحظة شحال خوينا، خوينا هنايا واحد الحجم وخوينا هنا واحد الحجم، حنا غادي نمشي بوش نبقاو غير غاديين هاك، ولا في واحد المرحلة خصنا نوقفو فاش تكون عندنا هاد القضية. هذيك النقطة هي هنا اللي كيجيب هنايا او، هنايا بي اش ديال اللي كيجيب التكافؤ، هاد بي اش ديال التكافؤ اللي عندي هنا شكون هو؟ هذه نقدروا نعبروا بالبي اش متر، نديروا بي اش متر هنا وغادي يبدا يعطينا كل خطرة داكشي اللي خوينا كيعطينا البي اش. دونك غادي نخو في ا، هنا في ا كنخوها وهنا بي اش، ياك هنا كنخو في ا. مثلا فاش كان صفر نقولو كان البي اش مثلا 90، البي اش متر هو اللي عبرو لنا، لقينا هنا 90. بدينا كنزيدو، عطينا واحد مليليتر، هنا البي اش 90 عطانا هنا 7، ويا غادي غادي تينقص غادي تينقص حتى شي واحد البي اش كينقص. ولكن انا عندي واحد النقطه فاش كيكونوا قد داكشي اللي كاين ديال اش ديال او اش مول صافي تسالم، يعني الا زدت غادي تزاد غير اش اش بلس اه، هاد لو بوين كتحددوه بجوج ديال بطريقتين، يعني كنحددوه بطريقتين. جو ميكسكوز، الو كنحددوه بطريقتين، و في الغالب تنحدو بطريقتين. الو الطريقة الأولى كنتراسيو المماس هنا، ها مماس هاد لا طونجونت تي أن، و كنجيو لهنا فهاد فهاد الطرف هنا و كنديرو المماس. فين كنديرو المماس؟ لاحظوا غادي هادو تينقص بشوية 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 بروسكومون، كان التغير بشدة، يعني سرعان ما هبط، يعني البي اش شت مبقاش. لاحظوا هنا كان بشويه، هنا جا هبط بواحد الشكل هابط عاد بقى بشويه، يعني هنايا بطيء، كان هنايا بطيء، هنا بسرعه، هنا لا زون فيراج كتسمي، من هاد النقطة لهاد النقطة هي منطقة التحول. هاد النقطة أ بي هي نقطة التحول بسرعة البير. دونك بين هاد الجوج هادو راه كاين هاد الأو، دونك كنتراسيو. لاحظوا انا غادي نعاود لاكو باش نكون شويه اكثر وضوح، اجد شويه هنا ضيقه هذه المستعاره، نرو جايه داير هاك هنا فوالا هنا، وهي تمشي هاك باش نبينوها هبطات بسرعه. دونك كنديروا لا طونجونت هنا ولا طونجونت هنا، كيكونوا متوازيين هذه تي ان وهذه تي دو. ما مس في هذه النقطه، فهاد النقطه فاش كان هذا هو المعيار فاش نقص البي اش، شنو واحد البي اش
كان هنا تسويق وهبط تقريبا راه 6 انا ولا 5 بسرعه. واخا دونك من هادو باش كنعرفو كنديرو العمودي على هذا عليهم بجوج، غادي نشدو المسطره ولا حتى يكون عمودي، غادي تكون زاويه قائمه وزاويه قائمه ضروري. وهاد النقطه باش تقطعو نحيدو انا هذا غنسميها هو او بي اش او، نحيدو من هنا. هذه هي نقطة او، نقطة اش تكافؤ. الوغ عند النقطة، عند النقطة او اش عندنا هي هذيك اللي عندنا في ا سي ا في ا كتساوي اش سي بي في بي، وهاد في ا هو هذا اللي خوينا هنا، ها هو غادي نسميه في او في ا او، متفقين؟ ها هي في ا او، يعني هذا هو الحجم. هنا 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 في لاسيد اللي خويت انا كنت كنخوي لاسيد سي سا سي سا، كنت كنخوي لاسيد هاد الحجم اللي خويت ها هو. واش غنقلب على سي بي في بي راه كانت في البشير هنا، دونك هكذا كنستعمل الشرط ولا جاتكم هذا بالنسبه لهنا. بالنسبه لاش معايره قاعده، حيت قاعده كبيره داك البيرش كبير، دابا البيرش صغير الحمل ها سبعة مثلا كيكون قلم سبعة، بي اش اصغر من سبعة، محلول اش حمدي ياكو. دونك في البداية ديالنا غادي يكون هنا الصفر، دونك غتكون شي حاجة قلم سبعة، دونك غادي يجي طار البي اش باش يدوز لهاد القاعدية. واخا دونك غادي يجي داير هاك لا ميم شوز، جو كخوا سي لا ميم شوز، غادي يجي داير هاك، غادي يمشي بشوي شوية غادي يطلع بسرعة شوية غادي يمشي. دونك هاد طونجونت وهادي اللي درت هنا كنجي نفس الشيء كندير العمودي باش تكون زاويه قائمه، وهادي هي او بون بارازار جات هنا بي اش او، وهنا هي او. اذا في هاد النقطه هادي اش عندي في ا سي ا في ا كتساوي سي بي في بي. طبيعه الحال ولا راه في واحد الدرس درت ا ونادت على بي، إلا ردتو البال من قبل، لأن صديق هادو معاملات ستوكيومتريه، في الحقيقة راه هكذا خصها تكتب أ بي، بحيث هاد أ بي باش ما نساوهاش هي أ أ زائد بي بي كتعطيني سي سي زائد دي دي، هاد المعاملات هما اللي هادو. دونك هاد النقطة هي اللي مهمة، حيت كي كيعطيكم ميبيان ولا كيعطيكم جدول كترسمو الميبيان، وغتلقاو اما هذا الشكل واما هذا، من هذا الشكل من غير هذا ما كاينش. هذه في حاله اش بي اش كبر من 7، هذا باش نعقل هنا البي اش كبر من 7، البي اش اش كيدير كينقص، يعني كيدوز من الحامضيه من القاعديه لاش الحامضيه، اذا شكون اللي كان في الاول قاعده. دونك هذا دوزاج ديالاش ديال واحد المحلول قاعدي بمحلول حامض، هنا العكس البي اش كبير صغير، دونك هاد المحلول الاول غادي يكون محلول حامضي، غادي نزيدو عليه القاعده غادي تبدا تنقص الحموضيه ولا الحامضيه، دونك غادي يبدا يتزاد البي اش سي كلير. واخا دابا كاينين بعض الطرق كيديروها، يعني هذه كتستعملو البي اش متر، آلة البي اش متر هو اللي كيعبرنا القياس ديال البي اش. بعض الأحيان كنستعملو ما يسمى بالكواشف الملونة من خلال اللون، يعني شنو الكاشف الملون؟ هو واحد المحلول، محلول أشنو فيه؟ عندو تياخد لونين، فاش في الحالة ديال كتكون كيكون قاعدي كياخد لون، فاش كيرجع حامضي كيبدا ياخد لون، هذا هو الكاشف، وعندو واحد مجال لوزون فيراج، يعني فاش كيتغير اللون ديالو كيكون مثلا أحمر وكيرجع أصفر، وبيناتهم بحيث كيبغي يدوز من أحمر لأصفر كنوقف أنا. بمعنى كندير واحد الكاشف هنا ملون مثلا، هذا قاعدي غادي يكون عندو اللون احمر، كنبقاو نزيد هذا شي شوية كنبغي نشوف اللون تغير، غير بغي يتغير اللون نوقف الوغ هذاك الكاشف عندنا في ديك البلاصة فاش كيتغير اللون ديالو عندنا بي اش، دونك كنسنج البي اش ديال التكافؤ عند التكافؤ. بون الى بليزيور فاسون هادوك شنو غنشوفوه في التمارين،
بغض النظر شكون هو الكاشف اللي كيصلح، الكاشف اللي كيصلح خص ديك المنطقه ديال التغير ديالو ديال لا زون دو فيراج ديالو خصها تكون فيها البي اش ديالنا ديال نقطه التكافؤ ديال هذاك الدوزار اللي كندير. هادشي غنشوفوه في التمارين باكثريه. والسلام عليكم والى الملتقى ان شاء الله.